الأستاذ محمد بدران، رئيس حزب مستقبل الوطن. أهلا بحضرتك في البحيرة. نقول إيه عن توقعات حضرتك لفرص مرشحي حزب مستقبل الوطن سواء في البحيرة أو على مستوى جمهورية مصر العربية بعد الجولة اللي حضرتك قمت بيها في عدة محافظات من بينها البحيرة؟ يعني الحمد لله أنا نتيجة الانتخابات دي حتى عبر عن مجهود كبير جدا عندي شباب الحزب وعندي قوات في الحزب طوال شهور كثيرة جدا، بدأت بالإعداد القوي لهيكل التنظيمية في المحافظات ثم فتح مقرات ثم دخل المرشحين أقوياء لهم سمعة طيبة وقادرين على تحقيق آمال الشارع المصري، من ثم بقى الحملات الانتخابية والدعاية الانتخابية وحملات طرق الأباب اللي عملناها وحملات الدعاية في كل المحافظات والمراكز. أعتقد إن شاء الله إن إحنا هيكون لنا فرص كويسة، وأعتقد إن شاء الله إن مستقبل الوطن بنأمل في ده إن شاء الله إن يكون حزب نفسية في البرلمان القادم. مستقبل الوطن حزب مبني على الشباب. ما تفسير حضرتك لأن نسبة مرشحين من الشباب أعتقد إنها أقل من المتوقع؟ متفقين ان حزب مستقبل الوطن سيقود الانتخابات دي باداره واراده وهويه شبابيه 100%، وبعدين هيدفع بشخصيات صاحبه خبره وكفاءه وكان ليها تجارب ناجحه قبل كده يقدروا ان هم يقودوا برلمان بيعول على الشعب المصري كتير، ويقدر شباب الحزب يتعلم من التجربه ويقدر يؤهل الاول ثم يمكن بعد ذلك الترشح للانتخابات البرلمانيه. اعتقد المحليات هو المعادله الاساسيه لشباب حزب المستقبل الوطني. يعني انتوا هتدفعوا في المحليات القادمه بالشباب؟ ان شاء الله طبعا ان شاء الله. طيب لو قلنا عن تصريحات حضرتك امبارح بخصوص حزب النور وبخصوص شباب الاخوان، عايزين يعني توضيح اكتر ليه؟ طيب هو يعني بدايه المفروض بيتعلم من التجارب السابقه. احنا شفنا لما كان في دوله مبارك بتضطهد السلفيين وحزب النور والمعتقلات واللي بيصلي بيخش المعتقل واللي بيرابي بيخش المعتقل، كان عمل حاله من التنظيم السري وشبه العسكري كمان العنف ضد الدوله المصريه، وبقى في عمل في الظلام وبقى في كره وبقى في شد وبقى في جذب، مبقاش في دولة يعني قائمة على أساس متوازن. أنا شايف إن إحنا مستوطن ضد حزب النور، مش ضد حزب، ضد الأحزاب الدينية وضد حزب النور لو هو كان على أساس ديني، لو هو بيفرق ما بين مسلم ومسيحي. لكن إحنا طالما الحزب متفق مع القانون في نشأته بيرشح القوائم والأقطاب وتطبيق القانون بيلزم الأحزاب إن ما تكونش أحزاب دينية، إحنا مش شايفين أي مبرر إن أنت تحل الحزب عشان يرجع تاني قواعده الشعبية تشتغل السر وتبدا تشتغل بعنف وتبدا تكون كره للدوله وكره للناس. اذا اردت ان تحارب الفكر فحاربه بالفكر. طب نرجع تاني للانتخابات. تمويل المعركه الانتخابيه هنا في البحيره مؤتمرات ولقاءات ودعايه وعربيات، هل ده مركزي ولا لا مركزي؟ مرشحين الحزب ما بيدعمهمش؟ قدر الكامل نحاول ندعم تنظيميا، نحاول ندعم اعلاميا، نحاول ندعم ماديا بمبالغ بسيطه. طبعا ماديا يعني ما تجيش حاجه جنب المؤتمرات وجنب التعليقات اللي بتحصل. هل ناخد وعد من حضرتك ان النواب حزب مستقبل الوطن هيكونوا متواجدين في الشارع ومع الناخبين وبعد فوزهم؟ يعني ان شاء الله هيكونوا متواجدين بقوه مع المرشحين، ان احنا كان هي الاختيار سليمه، فتكون ان شاء الله نتيجه تكون برضه سليمه ان شاء الله. الف شكر.